بيقول لك الزمالك من غير منشطات بيبقى زي البليلة من غير مكسرات، وسلمني على المكسرات. طبعا احنا اتفرجنا امبارح طبعا على المباراة بتاعت الاهلي والزمالك اللي هي القمة او الدربي، بس انا مش عارف يعني هي دربي ولا قمة ولا ايه بالظبط، ولا المفروض احنا كنا نلعب فيوتشر، ولا المباراة بتاعت الاهلي وفيوتشر هي الدربي؟ ما خلاص بقى راحت على الزمالك، بقى راحت عليهم خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم من الرفاق، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. طبعا بدون اي نقاش ولا جدال الاهلي دايما معلم على الزمالك، ما هي دي الحقيقة، يعني دي الحاجة اللي كل الناس عارفاها، إن الأهلي كعبه عالي على الزمالك. زي ما كان امبارح برضه الجمهور بتاع الأهلي كان هو اللي بيشجع الزمالك، تخيلوا بقى، يعني بقى جمهور الأهلي هو اللي بيشجع الزمالك. شوفوا احنا هندخل على الفيديو وهشرح لكم كل حاجة، هقول لكم كل حاجة، وفي أقاويل اتقالت قبل المباراة وحاجات حصلت بعد المباراة، شوفوا هقول لكم كل حاجة. بس يا ريت طبعا نصلي على النبي ونذكر الله ونقول لا إله إلا الله. يلا ندخل على الفيديو. يو يو يو، ازيكم يا رفاق، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. شوفوا انا هحاول امسك نفسي ما اضحكش، علشان ايه يعني برضو يعني مشاعر اخواننا الزملكاوية طبعا، يعني لازم نراعي مشاعرهم طبعا، يعني لازم ماشي. يعني قبلها بيومين ناموا متحكنين، وامبارح ناموا متحكنين، فلازم أراعي مشاعرهم يعني ماشي. طيب هو امبارح كانت مباراة ما بين الأهلي والزمالك على القمة، على اللي هو إيه يعني، اللي هو كان دايما تبقى مباراة الأهلي والزمالك في الدوري بتبقى عبارة عن إيه، واحد مش قادر يبطل ده. خلاص انا هحاول امسك نفسي، خلاص امسك نفسك، خلاص تعمل فيديو خلاص. امبارح كانت مباراة الاهلي والزمالك، فالشوط الاول طبعا المباراة بدأت حكم اجنبي، مش يعني ما فيش احتواء ولا في اي حاجة، فالمباراة في الشوط الاول كان يعني الاستحواذ يعني للاهلي زيادة، بس اللعب يعني كان فيه شوية صحيان كده من الزمالك شوية، بس ما فيش اي حاجه حصلت، يعني ما فيش اي اهداف اتخذت في الشوط الاول خالص، وكانوا كلهم عمالين يشتموا في كهربا الجمهور بتاع الزمالك. بس في حاجه حصلت لازم اقول عليها دلوقتي، الجمهور لما بيشتم، الجمهور لما بيشتم محمود عبد الرازق الشيكابالا بيشتمه ليه؟ اكيد هو عمل له حاجه ماشي. هو لعيبة الزمالك دخلوا الملعب عشان يسخنوا، راحوا ناحية الجمهور بتاعهم، مهم، فالمفروض يعني يروح عند جمهور الزمالك يعني مع فريقه، يعني يروح شيكابالا يروح عند جمهور الزمالك، لأ قام سابهم وراح عند جمهور الأهلي وقعد يسخن كده قدامهم واستفزهم. طيب هنتكلم بجد دلوقتي، لما الجمهور بيشتمك انت بتبقى فرحان الجمهور بيشتمك؟ يعني انت دلوقتي اثبتت لي ان انت عقلك عقل عيل صغير، طفل، عقل لسه، عقل طفل لسه مولود بأمانة. يعني المفروض شيكابالا ده المفروض اللي زيه يبقى خلاص عقل وكبر ونضج بما فيه الكفاية وبقى عارف كل حاجة، والمفروض ما يعملش الحركات دي. هو دلوقتي بيجر شكل او بيعمل مشاكل مع الجمهور بتاع الاهلي، طب ليه يعني؟ فين اصلا يعني المفروض كانت ادارة النادي بتاعك تعاقبك؟ مفيش. زي قبل كده لما طلع مرتضى منصور بيقول له انا بفرح لما الناس بتشتمك، طب ليه بتفرح؟ ليه ده بيتشتم يعني؟ لما عندك لعيب بيتشتم يعني دي إهانة ليك انت نفسك، دي إهانة للنادي بتاعك، فأنا مش فاهم الحركة دي لازمتها إنه يعملها، حركة استفزازية، حركة غير أخلاقية، حركة عيالية صبيانية، حركة صبيانية مش هقول أكتر من كده. وأنت يا ريت يا شيكابالا
تعتذر عشان انت اللي عامل مشاكل لنفسك، مش هو اكتر من كده. المهم فطبعا دخلنا على الشوط التاني، فضلت المباراة لحد الدقيقة 60-0، بس الاستحواذ كان شوية للأهلي وشوية للزمالك أو للبوابين أو للبليلة. المهم فلحد ما جوسوارتو فيريرا عمل تغيير دمر الزمالك، غير هو أصلا كان الزمالك أصلا متدمر لوحده، طلع لاعبين ونزل لاعبين، من ضمن اللي نزلهم المستفز اللي بيحب الجمهور يشتمه اللي اسمه شيكابالا، لحد ما وصلنا للدقيقة 60. فطبعا الهدف الأول كان مين اللي دخله؟ الفولد العالي اللي عامل لهم الهس هس في دماغهم، من أول رئيس النادي بتاعهم لحد أصغر إعلامي عامل لهم الهس هس الجنون. حلو. فطبعا لما الكهرباء دخل الهدف طبعا تلاقيهم كلهم زملكاوية، كهربا 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 كهربا، هو تلاقيهم عملوا كده. بس طمنوني النبي على طمنوني عليه النبي، طمنوني عمل ايه اللي حصل له. حلو. طيب يا دوبك كهربا خرج دخل الهدف في الدقيقة يمكن 60، دخل الهدف في الدقيقة 70 خرج، بدأ بديل يعني. فاللي نزل مكانه محمد شريف، احنا كلنا انتقدناه، مفيش بني ادم ما انتقدش محمد شريف ده. المهم فهو خارج، فكهربا يقول انت هتدخل هدف، يعني انت هتدخل هدف ماشي. وفعلا في الدقيقة 75 محمد شريف يدخل هدف ويبقى محمد شريف المخيف. فطبعا لما دخل الهدف التاني دوت طبعا يعني اتجننهم اكتر، ازاي انا شفت اللي اسمه شيكابالا ده دمع عينه، دمعت خلاص بقت فضيحة. مش بس التاني ده، التالت كمان دخل، واللي دخل التالت محمد شريف المخيف برضو بأسيست من علي معلول، وبدأها الأول برضو حمدي فتحي، واللي دخل واللي كان برضو أسيست بتاع الهدف التاني حمدي فتحي. فالأهلي بمن حضر، يعني الأهلي بمن حضر. فدلوقتي الأهلي فاز 3-0 وأخد الزمالك ورا مصنع الكراسي وعلمهم اللعب ازاي. فياريت ياريت بقى الدرديري اللي طالع يقول الكهرباء هيلعب، انا خلاص كده اطمنت ان الزمالك هيفوز بسكور والاهلي مش هيدخل ولا هدف. صباحك فل يا عم الدرديري، انت ايه يا عم، انت ايه مش عارف. زي برضه طلع ميدو اللي هو احمد حسام ميدو المفروض اللاعب العالمي المفروض، يقول لك ايه الزمالك ما بياخدش مره، يعني ما بيضربش مرتين على وشه. لا ما مش مرتين، هما ثلاثه اخد على وشه من مين؟ نبدا من اسوان بيراميدز وعمه وداك راسه الاهلي. طيب دلوقتي بقى، دلوقتي انا عايز اعرف انتم كاعلاميين بتطلعوا الكلام ده بتجيبوه منين؟ وخدوا الصدمات بقى الكبرى، بقى الصدمات الكبرى بعد المباراة. المرتضى منصور بيقول لكم، او مرتضى منصور بيقول في اجتماع طارئ يوم الاثنين عشان نشوف موضوع المدرب بتاع الزمالك فيريرا، ينقيله مش هيخلوه، خلاص مش هيخلوه. وبرضك حصل بعد المباراة ايه ابنه امير مرتضى منصور قدم استقالته من المنصب اللي هو فيه او المكان اللي هو فيه. المفروض اللي انا اعرفه ان هو مدير التعاقدات اللعيبه المفروض، فقدم استقالته النهارده الصبح. لا مفيش، مش هتقدم استقالتك مرتضى منصور، مش هتقدم استقالتك، لا خليك. زي برضك المعلق مدحت شلبي قال حاجه عجبتني قوي 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 لما شريف دخل الهدف التاني او التالت، قال لك دي ليله حمرا الليله يا ريت من المستبد، يعني خلاص احنا دمرنا كل حاجه، يعني الاهلي ده ما شاء الله عليه فعلا مارد احمر. واللي اخد مان اوف ذا ماتش اليو ديانج الدبابه. بس هقول لكم حاجه في الاخر حصر عليك اللي في بالي،
لا طولت تاني ولا تالت. وبكده يبقى الفيديو خلص، واتمنى ان الفيديو يعجبكم وتنشروه في كل مكان، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. وشوفوا فيديوهاتي القديمة هتعجبكم ان شاء الله، ننزل كده فيديو هيعجبكم باذن الله. واقول لكم سلام عليكم.